كيف خسر الزمالك ولا كيف فاز النادي الاهلي اليوم؟ لا نبدا كيف خسر الزمالك. كيف خسر الزمالك؟ لان هي البدايه المشكله كانت في الزمالك الاول. ان انت طريقه لعب بدات بيها اللي هي 3 5 2 او 5 3 2 زي ما بتقول، دي طريقه اللعيبه مش متعوده انها تبدا بيها، دي متعوده انها تنهي بيها. فالراجل لما بدا بيها النهارده لما تلاقي زيزو، انت عندك في فروق في الفريق في بعض اللعيبه، الفروق موجوده في زيزو، موجوده في امام، وكان الونش في بعض اللعيبه مميزه، في بعض اللعيبه مؤديه في الفرقه، لكن في الاخر الفرقه بتشيل بعضها. النهارده طبعا عدم وجود الونش في خط الدفاع ده اثر بشكل كبير جدا على الخبرات. النهارده ما تلعب الجزيري مع عبد الغني مع حسام، الخبرات قليله، بالذات انت عارف المسوسي مش مساك، حسام لسه خبراته سنه اولى، صح الونش بيشيل، صح. يعني عارف احنا في شغل الكره، وحسن عارف الكلام ده كله طبعا، كل خط لازم فيه خبرات، في حد تقيل يقدر يتكلم مع الخط، فيه تحس ان في اكتر من كابتن موجود في اللقاء، تبدا حراس المرمى المساك الديفندر، وممكن يبقى حد من الفراوده، فبالتالي الخط بتاع خط الدفاع ما عندكش خبرات كبيره، صحيح. نص الملعب النهارده الوردي ما ادكش المردود الجيد في لحد ما جه لغايه دلوقتي. زيزو لعبته فيرود جنب الجزيري، فيرود مش زيزو مش من النوع اللي بيجي بظهره، هو عايز يجيب وشه، يبقى وشه للمرمى، يبقى عنده مساحات، الراجل يجي من تحت يكمل كفيرود الثاني، ينزل يلم مع نص الملعب، يقفل نص الملعب. النهارده لو ركزت في اللقاء زيزو على طول بينزل ناحيه الشمال عند امام. طب انت بتنزل عند امام، بتنزل عند فتوح، وفي نفس الوقت في الميلان بتاع نص الملعب اللي هو بنتكلم على رؤى، فبالتالي جابها تحس انت شغال شمال، والجبهه اليمين مش شغاله خالص، صحيح. الوقت يبقى فيه امام ناحيه اليمين وزيزو ناحيه الشمال، تحس ان الجبهتين شغالين، ايوه. هتحس واحد عامل جبهه ناحيه اليمين، واحد مع المستوسي اللي هو بنتكلم على امام مع المستوسي، مع لو كان موجود، لو انت كنت بدات بواحد زي نيمار الكلام، بيبقى فيه جبهه شغال. ناحيه الشمال بتلاقي زيزو شغال فيها، سواء معاه بقى فتوح، معاه حد من 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 ايام ما كان فيه، طبعا لو تفتكر كان فيه رؤى كان شايل الحته دي في الكاس، لان الكاس مصر اللي احنا كسبناه في اكتر من لعيب مش موجود فيه النهارده. عبد الغني كان بيلعب ديفندر لو تفتكر جنب امام، النهارده عبد الغني ورا امام، الاثنين اللي لعبوا نصف ملعب ديفندرين ما لعبوش ماتش الكاس، صحيح. الكاس كان فيه امام وعبد الغني. النهارده بتتكلم على الوردي ورؤى، بتتكلم على المساك اللي ورا كنا بنتكلم على الونش، بتتكلم على الراجل تحت الفيروك كنا بنتكلم على بن شرقي، ففي في ناس مميزه جدا ما كانتش موجوده في ماتش الكاس. النهارده طريقه لعب مختلفه عن اللعيبه بتاديها، فالنهارده في مشكله كبيره. طب ليه اختار الطريقه دي يا كابتن سيد عمرو مروح للكابتن حسن؟ بص في فرق يعني فكر في ايه فريرا؟ يعني تتصور فكر في ايه؟ انا مستغربه ليه؟ لان الراجل مش دي طبيعه شغله، انت عارف انا بحلل الماتشات كلها، عارف طريقه لعبه. هو بينهي بالطريقه دي، بينهي بيها، وبينهي ب 4 2 4، هي بتبقى 4 4 2، لكن بتلاقي بيجي هو في الاخر مثبت اربعه على قدام زي ما عملها في الاخر لو تفتكر، عمل النهارده مين؟ وقف في الاخر زيزو، شيكابالا، يوسف اسامه نبيه، مصطفى شلبي، الاربعه بالظبط، وبقى الاثنين في نص الملعب، بقى فيه فجوه ما بين اثنين بس في نص الملعب واربعه واقفين قدامه. هقولها لك في الهدف اللي جيت الثاني، يلا نجيب الهدف الثاني هنتكلم عليها بالحته دي، لكن الراجل بيحاول طريقه كتير جدا، بيعملها 3 4 3 4 3 3 5 3 2 وفي الاخر بينهي زي ما شفنا 4 2 4 او 4 4 2 حسب ما الناس شايفه، لكن هو بيثبت الاربعه قدام. لكن النهارده هو بدا باللي بينهي بيه. اهي معاك اللقطه يا كابتن سامي، هات بقى هات الجبهه دي، هات انا عايزها بس من الاول. من اولها بص دي كام؟ واحد على واحد، 3 على 3 على 3. المفروض في علي معلول، مش علي معلول ده الباك ليفت؟ علي معلول. طب مين اللي نازل معاه؟ مين اللي في الشاشه؟ هتلاقي نيمار، صح؟ صح، نيمار الاثنين الديفندر وامام عاشور، الاثنين السيسي، السيسي السيسي ومين؟ وامام، عمرو السيسي وامام عاشور هم اللي نازلين. امام الاثنين الديفندر، امام هو اللي اترقص. بص معلول بقى هو بادئ، مين اللي نازل معاه؟ الهاف اللي نازل معاه، مين اللي نازل معاه؟ مفيش الراجل اللي بيلعب معاه هتلاقيه على قدام. زيزو ما جاش، ما رجعش معاه، ما ينفعش يبقى في هجمه 3 على 3 بالظبط، يعني 3 على 3 دي لازم يبقى في واحد زياده، في ميلان زياده، ففي مشكله. بص بقى هات لي بقى عمر جابر وقفته، بن بدر هاتها، ارجع ماشي 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 ماشي. عمر جابر بص للكوره ومش شايف المان، المفروض بقى في احنا بنقول في الكوره يبقى شايف الكوره وشايف المان، صح. بص السرقه اللي اتسرقها، عدي عدي تاني، عدي عدي عدي، بص اتسرق، كان في الاول واقف كويس، وبعد كده بقى شايف الكوره بس، ايوه بالظبط، شايف الكوره بس. لكن في الاول هجمه علي معلول جاي لوحده بالظبط، علي مش نازل معاه، هتلاقي على قدام هتلاقي اللي واقف مين؟ زيزو، مصطفى شلبي، شيكابالا، مش هتلاقي الدنيا الميلان او النزول عكس طاهر. طاهر لما كان بينزل هو عبد، كان بينزل على طول على فين؟ يبقوا باكين، صح ولا غلط؟ عبد القادر عباده، وسافيو، سافيو كان بيجي في نص الملعب تحس ان 4 5 1، فتلاقي بس اللي واقف على قدام مين؟ شادي، او لما نزل محمد شريف كان على قدام. تكتيكيا الماتشات الكبيره ما ينفعش يبقى فيها هفوه تكتيكيه، ايوه دي الماتشات الكبيره، صح. اللعيبه وبالذات الماتشات دي بتقول ايه؟ دي ماتشات الكوتش
واللعيبه اللي عندها خبرات. النهارده الاهلي لعب خبراته. هو برضه كابتن يعني فييرا ما كانش برضه عنده الهفوه، يعني الهفوه بتاعته في بدايه الهجمه هو غلط في النقطه دي، لان هو كان عايز يبدا الهجمه، فالوردي عمل ميز باص، بس كتكتيكيا الراجل كان طول المباراه الشوط الاولاني ما عملش الهفوه اللي هي ممكن ناخدها عليه. على فكره 45 دقيقه الزمالك ما ضيعش كوره بالظبط، ماشي هجوميه، مفيش غير هي واحده بس ضربه ثابته اللي عملها عبد الغني في، مفيش ولا هجمه لنادي الزمالك في الشوط الاول. هي دي النقطه كابتن برضو، ما هديت من الماتشات اللي فاتت، لو تيجي في ماتش سيراميكا برضو نفس القصه، نادي الزمالك ما ضيعش فرص في ماتش سيراميكا، لكن عارف ان هو يخلص بالظبط، عارف يدير المباراه وخد التلاته بونت. الخصم مختلف بالظبط، بنتكلم على ده، ده خصم مختلف الحالتين بالظبط طبعا. النهارده بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي لو لقى ثغره هيخلص عليك بالظبط، وده اللي حصل. الفروق فرقه ثانيه ممكن تجي لها فرص بس ما خلصش. النهارده الاهلي عنده تكتيكيا منظم جدا، وده اللي عجبني في الراجل ده من ساعه ما جه، بدايه من الاتحاد المنستيري ما دخلش فيه خطوط بتبقى متقاربه تكتيكيا منظمين الترحيل، بتلاقي الفرقه بترحل بتقفل المساحات.